All I got is so bad, man. Broke my broken will and I can't go again. هلا والله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ طيبين؟ بخير؟ مبسوطين؟ رجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع Red Dead Redemption 2 زي اللهب. طبعا في هذا المقطع راح نستكمل سلسلة داخل المخيم، وفي مقطعنا اليوم راح يكون أقوى وأعنف المضاربات اللي صارت داخل المخيم بين أفراد العصابة. فيلا نخش في المقطع. طيب، أول مضاربة هي بين مايكا بيلا الحنش وخافيير سكويلا. تعالوا شوفوا الفايت كيف صار. What you staring at? I don't know. You tell me. Yeah, well, the devil punishes people who stare. That's so. Why don't you fuck off back to Mexico? Huh? Why don't you fuck off back to hell? You hit like you dress. All feminine. طبعا زي ما شفتوا كالعادة مايكا بيل يتنمر على المخيم وأي واحد جنبه يتنمر عليه، لكن هذه المرة كان جنبه خافيير سكويلا البطل المغوار، وفعلا مايكا بيل تنمر عليه ما خاف منه ولا حاجة، لكن ابن المكسيك كان مستعد وسدد لمايكا بيل بوكس فرمت له خلايا مخه. صراحة أسطورة يا ابن المكسيك. المضاربة الثانية راح تكون بين بيل ويليامسون وليني سام. تعالوا نشوف سويا. Don't you disrespect me, boy. I did it. Damn, Bill. Hello, no, I don't sir. Like your attitude. Well, okay then. Damn right it's okay. Get lost, Bill. Half shit. طبعا زي ما شفتوا هذه المرة بيل ويليامسون هو اللي تنمر، وأصلا بيل ويليامسون سبب المشكلة من شيء تافه جدا. قال له ليش انت ما تحترمني، وأصلا ليني ما كلم ولا حاجة، جاء بيل ويليامسون أعطاله بوكس ونوكه زي ما شفنا. فصراحة هذه المضاربة يعني ما لها داعي، وبيل ويليامسون بس يعني يدور المشاكل ويفرغ طاقته السلبية على الأشخاص المساكين. عفريت هذا بيل ويليامسون. طيب بالنسبة للمضاربة الثالثة راح تكون بين شون ماغواير وكيرن. تعالوا نشوف سويا. Hey, come over here. Come over here, O'Driscoll. You know, I ain't no O'Driscoll. Our old neighbor back in Donegal was called O'Driscoll. We couldn't stand him neither. You want some, big man? Don't annoy me, boy. Ah. طبعا زي ما شفتوا برضو في هذا المخيم القوي يطغى على الضعيف، القوي يتنمر على المسكين. زي ما شفنا هنا شون نادى كيرن وقال له انت اصلا من الأوردريسكول وانا عارف وكذا، بعدها اعطاه هيد دمر له الجبهة. يعني صراحة المضاربة تافهة وسببها تافه، لكن اللي عجبني في هذه المضاربة انه شون اعطاه هيد دمر له الجبهة. شوفوا اللي ما يحط لايك يجي هيد زي هذا، انتبهوا. المضاربة الرابعة راح تكون بين خوسيا ماثيوز وبيل ويليامسون. تعالوا نشوف سويا. So what's wrong with you, you old fool? Go sleep it off, you drunken buffoon. Excuse me. I've excused you quite enough. Go sleep it off, you drunk. Is that clear? Okay!
طبعا زي ما شفتوا كالعادة بيل ويليامسون سكران ويدور أحد يتنمر عليه ويفرغ طاقته السلبية عليه، لكن هذه المرة ما حصل إلا خوسيه ماثيوز، وفعلا بيل ويليامسون راح وتنمر عليه. لكن زي ما تعرفون خوسيه ماثيوز أسطورة وأبدا ما هو ضعيف، وقدر يرد على بيل ويليامسون. زي ما شفنا خوسيه ماثيوز طلع السلاح وهدد بيل ويليامسون وقال له أنا مرة عديدة حذرتك، هذه هي المرة الأخيرة. بيل ويليامسون على طول راح وترك خوسيه ماثيوز وخاف زي ما شفنا. فصراحة الطريقة الوحيدة لردع المتنمرين إنك ترد فعل بطريقة قوية جدا نفس طريقة خوسيه ماثيوز. المضاربة الخامسة راح تكون بين الأسطورة تشارلز سميث والحنش مايكا بيل. صراحة هذه مضاربة نارية وجدا أسطورية، تعالوا نشوف سويا. Go fetch me something to eat. Excuse me? I said, fetch me something to eat. Eat that. You want to wash that temper of yours, boy? What are you looking at, cowboy? Don't sleep it off, you drunk. Is that clear? Okay. تستاهل. مين انت يا مايكا بيل عشان تتأمر على تشارلز؟ يعني تشارلز شخصية صعبة جدا، ممكن الشخص الوحيد اللي ممكن يأمره هو داتش ونوعا ما آرثر مورغان، لكن انت تيجي يا حنش وتتأمر عليه وتقول له جيب لي اكل ولا ترى حفرشك ومدري ايش. هنا المعلم تشارلز سميث تتأمر عليه تاكل بوكس يدمر لك الجبهة. اسطورة يا تشارلز. المضاربة السادسة راح تكون بين بيل ويليامسون وخافيير سكويلا، وهذه صراحة مضاربة نارية، تعالوا نشوف سويا. Hey greaser, what you doing? Excuse me? I said what you doing, greaser? I'm just playing with my knife, sheep fucker. Just playing with my knife. Should I? Be my guest. Get out of here, you drunken fool. طبعا زي ما شفتوا برضو بيل ويليامسون كعادته يتنمر على أفراد العصابة ويفرغ طاقته السلبية عليهم، لكن هذه المرة تنمر على خافيير سكويلا. وابن المكسيك خافيير دائما جاهز، وزي ما شفنا سويا خافيير طلع سكين من جيبه وحطه على عنق بيل ويليامسون، وبيل ويليامسون على طول خاف ونخ ويعني تغير وضعه. فصراحة خافيير سكويلا كانت ردة فعله جدا قوية، وبيل ويليامسون دائما لما يتنمر على شخص قوي على طول يروح وهو خايف. فصراحة هذه المضاربة جدا قوية بين الاثنين. المضاربة السابعة راح تكون بين خوسيه ماثيوز وشون ماغواير. Get up, kid. Get up and do some goddamn work. It was just I ain't interested. Get up and work. Yes. Useless sack of crap this kid is. Sure. Hi, Sean. Ollie. طبعا زي ما شفتوا مضاربة جدا عادية وما فيها أشياء قوية، على سبيل المثال بوكس أو سكين على عنق أو مسدس على الوجه أو حاجة، مضاربة جدا عادية. وفيها بكل بساطة خوسيه ماثيوز يقول لشون بأنه يدور له على عمل وشغل عشان يفيد نفسه ويفيد العصابة، أمر جدا طبيعي ومتوقع من القائد الفعلي للعصابة. شون ماغواير أكله رفسة زي اللهب. طيب شاركونا في خانة التعليق
التعليقات إيش أفضل مضاربة عجبتكم من المضاربات الموجودة في المقطع. طيب بكذا وصلنا معاكم لنهاية المقطع، لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة، حطوا لايك ليجيكم هد الآن زي هد شون بالضبط، يدمر لكم الجبهة تدمير شامل. يلا سلام عليكم.